اول ما ربنا يكرمني واكسب عزيمكم على اكله سمك برطعه النهارده برعايتكم بقى كله بس ما تحفوش هنحف بقى مبسوط قوي فرحان وبرطعه وما تبرطعوش مبسوط عشان خدت المج ده مش عاجبك ولا ايه امال كنت سخنان وعمال تقول مانو 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 عشان احنا متربيين مع بعض على الحلوه والمره ما بحبكش تتغلب ابدا بحبك تكسب على طول يا ابني امال ايه ده ما انا كسبت يا ابني ده كاس المناطق كاس المناطق يا جدع بص شوف يا عم كاس المناطق ايه وبتاع ايه يا احمد الحلم الحقيقي والمجد الحقيقي مش هنا في الاسماعيليه المجد الحقيقي هناك في مصر يا احمد المباريات والتدريبات احنا بنحلم يا احمد خلينا نحلم يمكن نحقق حلمنا في مصر ونوصل للعالميه يا عم ايدي على كتفك قول لي اول طريق مصر منين اذا كان على مصر طريقها عندي فين يا عم في طريقين طريق زراعي وطريق تاني لسه ما اكتشفتوش مش انا قلت لك بلاش نجيبه معانا يا ابني افهمني افهمني انت وهو انا عايز اقول لكم ان مفيش فيك يا مصر مدرب الا وعاوز يخدمني يا عم هات لي واحد بس من اللي عايزين يخدموك دول ومش اي واحد ده الكبير بتاعهم المعلم شيخ المدربين ده مدرب كويس ولا شليحي زي حالاتك لا انا شليحي عشان الظروف اللي انت عارفينها لكن ده كده كده اسمعوا انا هكتب لك توصيه وان شاء الله هيخدمك عشان خاطر العبد لله اتكلوا انتوا على الله واطلعوا على مصر 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 ايه يا ابني يما هناك النوادي حلوه وليها مستقبل وانا نفسي العب هناك بدل البهدله اللي انا فيها هنا يما مصر لا وانا قلت لا يعني لا مش معقول اسيب صحابي هنا يما حبيبي اسمعني احنا لا نقدر على عيشه مصر ولا مصاريف مصر ولا نقدر نبعد عن بلدنا يا احمد يما احنا مسافرين ليبيا ليه اسعد زمن بالعربيه والله ربنا يكرمنا هناك ونبقى زي الفل يلا يما والنبي يما يا احمد يلا يا ابني يا رب معلش يا غالي على عيني وحياتك ده انا كفايه عليا ريحتك في البيت صوت خطوتك في الرايحه الجايه بيرن في وداني الواد كبر يا اخوي وعايز يرفرف بجناحات بس ايديه مش طايره يا كبدي ما تقلقش انا كده ايجار البيت والمحل في اسماعيليه نقدر ناجر بيه شقه حلوه في مصر وبالمره ربنا يكرمنا ونفتح محل موبايلات صغير كده نمشي بيه نفسنا مع فلوس المطوشه والتدريبات ان شاء الله ربنا يفتحها لنا فتحه كبيره قوي امان عليك يا حبيبي لو جرينا حاجه في مصر تتفدي جنب المرحوم ابوك في اسماعيليه ربنا يستر طريقك انت واخوك قادر يا كريم السلام عليكم عليكم السلام على فين على فين انت وهو عايزين الكابتن طلع طب وريني الشنط الاول اتفضل معلش يا اكرم بيه مجلس الاداره منع دخول العربيات خالص ماشي يا سيدي عينينا لمجلس الاداره تعليمات على الكل انا لا انت كويس الحمد لله الحمد لله ربنا يستر عليك دخلنا كابتن طلعت انا هي اللي معلش تعالوا معايا تعالوا معايا خلي بالك من البوابه يلا بصوا خلوكم انتوا هنا لما اشوفوا فيه انت نور كابتن احمد اه ممكن اخد ورد اه الورد كله تحت امرك اتفضل نور انا بقالي كتير بدور عليك انا ما صدقت لقيتك وانا يا احمد كنت بدور عليك من زمان بجد يا نور بجد يا حبيبي حبيبي
في عبيط يلا ولا ايه؟ ما لقيتوش، بس اقول لكم تعالوا نشوفوا في حلبة الملاكمة. يلا بينا. معلش انا اسف. لا خلاص خليها. لا ربنا يخليك، اصل انا داخل بلعب بوكس وبتمرن هنا. شكرا. برضو مش موجود. بص خليكم هنا لما اشوف فين واجي على طول. شايف الاجهزه يالا؟ لما انا جهاز العروسه. ولا قوم يا انت اهو يالا، الاجهزه دي عشان تنضفوها مش عشان تلعبوا عليها. قوم يا دي اللي لازم تقف شعرك يالا. اسود في يا عم انت بتتكلم ليه كده على الصبح؟ في ايه؟ يا نهار اسود، اسفين يا اكرم بيه اسفين. يلا يا اخوانا، يلا يا اخوانا ما تردوش في ده. خدوا بره اخرج يالا. يلا يا احمد هنرجع تاني. يلا بره يالا. يا جماعة ما ينفعش تتكلموا عليه، ده ظابط وممكن يوديكوا في داهية. ظابط على نفسه، ده رخم قوي. ليش أنا آسف، أنت مصداني ولا إيه؟ لا والله. آه والله. يا فؤادي جلست جلست. هو ده الكابتن طلعت. نعم. أنتوا اللي بقيتكوا بقى استوبوا، ما يغركوش. تعالوا ورايا. بصوا بقى كابتن عادل ده احسن مدرب بوكس في مصر. كابتن عادل جايب لك اتنين فرز اول يستحملوا الهدف، ها؟ وبكره ان شاء الله هجيب لك اتنين تاني كمان. ها ها شرفوني، ها شرفوني. قول لي بقى انتوا لعبتوا بوكس قبل كده؟ امال احنا جايين نتضرب ولا يا كابتن؟ اه طبعا جايين تتضرب. نعم نعم. ايه هو طلعت ما قلكوش؟ انتوا جايين تهرجوا؟ كملوا يا شباب يلا. اتضرب علينا يعني ايه؟ دي اخرتها؟ اهدى بس يا احمد لما نشوف هنعمل ايه. نعمل ايه في ايه؟ انت عايز كل من هب ودب يقعد يضرب فينا ويدب فينا؟ يا ابني ما هديش شغلانة الموجوده دلوقتي، دول هيدونا 30 جنيه ووجبه. وجبه انت مجنوني انا؟ ما انا جاي من اسماعيليه ومبهدل ام واختي عشان خاطر وجبه. يا ابني انا جاي عشان نفسي ابقى حاجه، انا نفسي ابقى بطل يا تايسون. منك لله فتح الكلب. احمد جبت 10 من 10 وغلبت كل بتاع مصر. جدع ولسه فاشله في النصوص. حفظت النشيد ولا لا؟ حفظت. طب سامعين؟ حلف بنساها واتربها. سماها سماها. ماشي ماشي. احلف بسماها واتربها. سماها سما. احلف بسماها واتربها. وانا اول مره اشوف ملاكم بيغني. وانا اول مره اشوف هطل في لسانك. مدرس بيقول انا عايزين 200 جنيه عشان نجدد المدرسه. قلت له انا بقى هجدد المدرسه ب 200 جنيه بس. انا هيلم من كل واحد في المدرسه 200 جنيه بس. انا طبعا ما سكتلهوش. جدع قلت له ايه يعني؟ قلت له حاضر من بكره الصبح يكونوا عندك. حليب بسماها وتربها. وعلى فكره ممكن برضو عايزه منك فلوس بس مش هتقدر. اسكتي يا بت. في حاجه يا اما؟ سلامتك يا ابني. العيشه هنا غاليه قوي يا احمد. في الاسماعيليه الرغيف بشلل، هنا بربع جنيه. ربنا كريم يا اما، ان شاء الله يفرجها باذن الله. هاي كابتن اكرم. هاي سيماء ازيك؟ صباح الخير يا نور. صباح الخير. النهارده في تمرين جامد قوي، مش تيجي تتفرجي ولا ايه؟ لا مش هينفع علشان عندي. او اقول لك ممكن بس هحصلك هاجي وراك. باي. صباح الخير يا باشا. صباح الخير. انا جبتهم يتضربوا ضرب يا باشا. ما جم قبل كده وما عجبهمش انهم يتضربوا ومشي. يا باشا احنا احسن ناس تتضرب في مصر، بس سعادتك جربنا. بقول لكم ايه؟ عايزكم تتضربوا وترفعوا راسي. ان شاء الله نطحن على قد ما نقدر. يعني مستعدين تتضربوا؟ طبعا يا كابتن طبعا. البسوا الكلابزات وجهزوا عشان تتضربوا. يلا يلا. جت يلا مزه مزه بس عشان مع الكابتن نخش نتضرب. انت ساكت تخش خش يا ذكر. يلا وريني نفسك. Thank you.
هات الكلب. انا مش بدي كلب يا مفتري. لا بدي كلب وزباله. انت مين انا؟ ستوب من ايدك زباله. كفايه اطلع بره الزباله ده. ستوب ده زباله وبدي كلب. اقول لك اسكت. يلا بسرعه على ايادي. يلا مش قادر يا احمد. ان شاء الله صاحبك هيبقى كويس. احمد انا عايزك تعدي عليا بكره عشان اعمل لك اختبار. انا حاسس ان انت خامه كويسه. ربنا يخليك كابتن. ويخليك. عن اذنك. اتفضل يا كابتن. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. احنا تعبناكي معانا. انا اسف والله العظيم يعني على اللي حصل يعني. لا ده واجب وبعدين انتوا ضيوفنا وده حقكم علينا. لازم يعمل اشعه رنين بسرعه وتجيبها لي بكره. بس اهو البيت اهو. أيوة. يا عم خلينا قاعدين شويه. انت فاكر نفسك في الملاهي؟ شاكرين جدا على الذوق والاخلاق والجمال. خلي بالك من صاحبك. ربنا يبارك لك. يلا يا تايس. شكرا. بقول لك ايه يا احمد؟ هو البنات اللي في النادي زي اللي بيطلعوا في الكليبات؟ كليبات مين؟ دول قمر. قمر. اتاريك شفتان في الموضوع جامد بقى. وانا بتاع الكلام ده برضو. عارفه لو قلت لها اقطع رقبتك ولا ما تقولي لها ولا ما تفتح الباب. لا يلا صغيره على الكلام ده. افتحي اصغر. هو الباب بقى للكبار فقط ولا ايه؟ ايوه. لا والله نلع الباب يا ايمان. هاي مودي واحده من بتوعك البيت. انا ما شفتهاش غير بعد ما مشيت بالعربيه فقلت اجيبها لك. ربنا يخليك. الحمد لله ما وقعتش في الشارع والله كان ربنا ستر. يا اخويا ما توقع يعني ما هي فاضيه اساسا. انا اسفه طنط ان انا جيت مره واحده كده. يوم مال يا اختي كنت عايزه تيجي على مرتين. يلا بنضحك كده بنفرفش. عايزينك تبقي كده زينا ومننا كده. انت شكلك مطربه صح؟ مذيعه صح؟ العاشره مساء يما. ايه التاسعه؟ التاسعه مين يما؟ نسا نور دي عدوه في النادي وصاحبه محل ورد كبير وكانت معانا لما تايسون تعب ما فرتناش ولا لحظه بالعربيه بتاعتها. يا سلام كتر خيرك يا بنتي. تتعشي معانا بقى ولا تروحي قبل الليل ما يليل؟ يما هتطرديها ولا ايه؟ مش قصدي والنبي. اصل احنا عندنا بسله قرديحي من غير لحمه. اللحمه ما كفتش بس احنا كل يوم جمعه بنعمل لحمه. ابقى هاتها يا احمد يوم الجمعه تاكل معانا لحم. حاضر يا ام هجيبها يوم الجمعه تاكل لحمه. حاضر. لا يا طنط ميرسي بجد انا متاخره ولازم امشي حالا. عايزه تمشي يعني كمان مش عاملين لحمه؟ طب ايه رايك بقى ان البسله الاردحي احلى كتير من ام لحم. وانا هقعد وهاكل بسله من غير لحمه. والنبي عارف يا احمد من ساعه ما امي ماتت عمري ما حسيت بالدفى اللي حسيته في وسط اهلك. اصلهم ناس طيبين قوي. هما كانوا فرحانين بيك والله يعني اول مره يحسوا ان حد نضيف دخل البيت يعني. هو انت جيت مصر ليه؟ والله انا جاي من الاسماعيليه عشان العب بوكس هنا في مصر يعني نفسي ابقى حاجه جامده. لعيبه مصر احسن من لعيبه الاسماعيليه طبعا. لا بالعكس والله احنا عندنا في الاسماعيليه في اصول في اللعب يعني لو لاعب مصاب ابعد عن الاصابه بتاعته. هنا ما يصدقش يلاقي اصابه يفحتوه يعني زي الجدع خطيبك ده اللي كان. ثانيه واحده ثانيه واحده. مين خطيبك؟ اللي هو الجدع الاقرع ده اللي كان بيشاور لك ده. هو عندكم في الاسماعيليه لما واحد يشاور لوحده يبقى خطيبها؟ لا اصل كان في عشم جامد ومشاوره جامده قوي يعني فقلت فيه يعني خطوبه يعني. لا يا سيدي هو مش خطيبي حتى ايدي فاضيه اهي. الله احسن والله. هو ايه ده اللي احسن؟ العصير ده. ده ايه ده؟ لب. لب؟ لب. اللي بنزازه؟ بيعصروه ازاي يعني؟ بيعصروه؟ يعني كل واحد بيقعد يأزز ويرمي يأزز ويتفتد على كده المحل كله عمال يتفتد في الكوبايه دي بقاله 3 ايام. حد قال لك قبل كده ان انت سكر؟ لا قالوا لي يا عسل. قالوا لي يا جميل يعني. السكر دي حلوه يعني. دي رخصه نور كان عليها 12000 جنيه مخالفه خليتهم 600 دفعتهم لها. 12000 جنيه بس. يا عيني يا عيني على الفواتير. يلا خير قول لي وايه كمان؟ ابعت حد ياخد موافقه الارض الصحراوي علشان خير. تتكلم بجد؟ برافو عليك هايل. عملت ايه في حكايتنا؟ نور شوف يا اكرم انت بتخلص لي الشغل في ايام غيرك بيخلصوا لي في الشغل.
يعني ما ينفعش يا اكرم باشا انك تكون لسه عامل لي خدمه بعد كده تيجي تسالني موضوع نور ايه. وده لسببين. السبب الاولاني انك بتاخد فلوس نظير الخدمات دي. اما السبب الثاني فلان موضوع نور ده شيء والبيزنس اللي بيننا وبين بعض ده شيء تاني خالص. اما بقى بالنسبه للكلام الودي فانا سبق وقلت لك ان ما عنديش اي مانع انك ترتبط بنور بس على شرط هي اللي تختار مش انا. هتختارني؟ ساعتين عمال اتحايل عليك عشان تقول الدكتور قال لك ايه وبرضه مش عايز تقول لي يا احمد. يا ابني قال ان انت زي الفل ولازم تستريح شويه. انت عارف البيت نور كانت معانا النهارده في مستشفى؟ البيت دي اكتشفت ان 100 راجل كانت خايفه عليك قوي. احمد انت عمال تتهرب مني. في حاجه مش عايز تقول لي عليها؟ ريحني. قول لي الدكتور قال لك ايه بالظبط. الدكتور قال عندك خلل في مفصل الكتف واي تحميل عليه ممكن يخلع كتفك تاني. يعني ايه؟ يعني مش تلعب بوكس تاني. دكتور ايه يا بتاعي؟ انا ايدي سليمه لا 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 في مصر يا لا يا لا 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 خلاص اتوسع واحد منها.